احنا معانا على التليفون الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلاميه. نسمع راي الدين. دكتور عبد الله، مساء الخير. اهلا بيك يا استاذه ياسمين، واهلا بالضيوف الكرام. اهلا بحضرتك. احنا بنتكلم الحقيقه في موضوع حساس وشائك جدا، فانا هسال حضرتك سؤال مباشر. هل في حاجه اسمها الاغتصاب الزوجي؟ لا، هو مش الاغتصاب، هو زي ما تقولي عدم التوافق في العلاقه الخاصه بين الزوج والزوجه. ايوه، مش اغتصاب يعني، هو شكله شكل اغتصاب، انما هو الحقيقه الاغتصاب بيبقى في غير حق، انما ده في حدود الحق، لكن مع يعني مع يعني مع عدم اللياقه في التعامل مع هذا الحق، باعتبار ان هو حق شخصي بيرد على بدن الزوجه وبيرد على يعني مواطن الحياء منها. والمفروض حتى ربنا امر قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم. لكن يعني ما ينفعش ان انا اروح اغتصب مره واحده وان انا اهجم مره واحده. لكن شرعا ما فيش حاجه اسمها الاغتصاب الزوجي. لا اغتصاب، لا، الاصل الاغتصاب معناه ان يستولي الانسان على ما ليس له حق فيه. وده بيبقى عاده في الامور الماديه، اغتصب ارض، اغتصب مال، اغتصب شيء. انما في الامور الشخصيه، الامور التي ترد على بدن الانسان، على مواطن الرغبه في الانسان على هذا الامر الموغل في الشخصيه والخصوصيه، ما بيبقى ربما يكون له وقع اكثر من الاغتصاب، لانه انا بامارس عمل على بدن انسان وعلى موطن الحياء من انثى. يعني طيب، يعني برضه فيه معنى هذا العنف الجارح في الشخصيه. ولذلك ربنا امر بالذوق وامر بالتهيئه وامر بالتفاهم، والله عز وجل يقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن، ويقول عز من قائل يعني وقدموا لانفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني حق متبادل لا يجوز مش للزوج ولا للزوجة أن يأخذ هذا الحق دون أن يراعي يعني حق الطرف الآخر في الاستيفاء المتساوي للمتعة. طيب، إذا حدث يعني ووقع الزوج زوجته بغير رضاها، ده بيسمى إيه شرعا؟ ده بيسمى نوع من عدم اللياقة في التعامل، وقد يؤدي ذلك إلى ضرر نفسي للزوجة، والضرر النفسي بيبقى مقدمة لمضار قد تؤدي إلى احتقار الزوج، وقد تؤدي في النهاية مع تكرر الأمر إلى هدم الأسرة. يعني ما احنا مش عايزين، ما هي حاجة بتؤدي إلى شيء. يعني هو بيدل على عدم لياقة، بيدل على أن الزوج يعني فيه نوع من الأنانية التي لا تراعي الاعتبارات الشخصية للزوجة، ربما تكون يأثم مريضة. يا دكتور، يعني بناء على هذا الفعل يأثم الزوج ولا لا يعتبر آثم؟ يعتبر آثم لأنه لم يراعي مشاعر زوجته في هذا الأمر. يعني إذا ما الحق له ضوابط للاستيفاء، فإذا لم يلتزم الإنسان بالضوابط التي وضعها الشارع لاستيفاء الحق، يبقى يعني أنا كتبت كتابي على بنت وأصبحت حلالا لي، أروح أخطها وأغتصبها من وراء أهلها ولا أنتظر حتى يتم الفرح ويبقى الأمر يمشي بهدوء؟ هي حلالي صحيح، لكن الاغتصاب قبل أن يسلمها وقبل أن يجهزوها وقبل أن يراعوا الأعراف التي تحدث بيؤدي إلى مصائب كبيرة جدا جدا. وأي عمل يعتبر مدخل، اسمعيني يا أستاذة، خلينا نتكلم الله يكرمك، أي عمل يؤدي إلى مفسدة بيعتبر شيء مؤثم ولا يجوز، أي شيء سواء كان ضرر نفسي أو ضرر مادي، طالما إنه حيؤدي إلى نفرة في النفوس وإلى تغيير في نفسية الزوجة وإلى أنه يؤدي إلى سلسلة من التصرفات الضارة بالأسرة، يعتبر شيء يعني غير مرغوب في شرع. طيب، أنا معلش، أنا هسأل سؤال يبدو خارج السياق، بس لأنه حضرتك اتكلمت على العلاقة أثناء فترة كتب الكتاب، وكتب الكتاب يعني مجتمعيا بنعتبره زي الخطوبة، لكن إذا تمت المواقعة خلال فترة كتب الكتاب برضا الطرفين، هل في أي إثم؟ برضا الطرفين ايه؟ خلال فترة كتب الكتاب. لا يجوز. برضا طالما ان الاعراف تقتضي
لان هقول لك حاجه، لان احترام، لان الزواج نسب ومصاهره، يعني مش علاقه بين الزوج والزوجه، لا علاقه بين الزوج والزوجه واقارب الزوجه واقارب الزوج. ولذلك حق القريب ان تحترم رغبته وان تحترم القرابه الجديده، لان ربنا بيقول واتت القربى حقه. صحيح. فانا ما ينفعش ان انا اروح اغتصب البنت مع ان لاهلها حقوقا علي، اللي هي حقوق القرابه اللي ربنا امر بايفائها، واقول ان انا ده حقي. لا ما ينفعش، يعني انا اجرت محل من واحد، اروح اكسر الباب واخش المحل ولا انتظر حتى يسلمني المفتاح؟ فيه لياقه شرعيه في التعامل وفيه ذوق في التعامل. طيب، على ذكر اللياقه، انا هستاذن حضرتك بايجاز تقول نصيحه للازواج بهذا الشان. شو ارجو ان يكون الزوج قدوه لزوجته في التعفف واحترامه لذاته واحترامه للعلاقه الخاصه بين الزوج وزوجه. الرجل لا يجوز ان يكون، يعني ان تغلبه غريزته او ان تغلبه شهوته فيفقد انسانيته امام زوجته، لانه لو فقد الحس الانساني امام زوجته سيحتقر وسيؤدي ذلك الى هدم الاسره دون ان يدري ودون ان يشعر. هذا امر قد يراه الناس صغيرا، لكنه في حقيقه الامر امر كبير كبير جدا. وانا انصح الرجال ان يتعففوا في مثل هذا الامر، وان تكون الامور بالتواد والتراحم والمؤانسه التي تدخل السعاده على قلب الزوجه كما تدخل السعاده على قلب الزوج، لانه حق انساني بدني مشترك بين الطرفين. صحيح. دكتور عبد الله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.